ورجعنا لكم تاني مع فقرة مهمة جدا اللي هو نظام صحي لكل العيلة. يلا يا كابتن بقى. يلا بقى. احنا طبعا ابتدينا قبل ما نطلع فاصل كنا بنتكلم على الفطار. اتكلمنا على وجبة الفطار وقلنا ان احنا هندخل فيها الشوفان واتكلمنا عن الشوفان وفوائده. قلنا هندخل فيها الفول عادي خالص اللي احنا بناكله في كل يوم. هندخل فيها جبنة القريش. هندخل فيها البيض. ده وجبة فطار سهلة وبسيطة مع اي ثمرة فاكهة تفاح او موز. طبعا احنا قلنا هنحط موزة في الطبق الشوفان. فيعني ده حاجة بسيطة خالص اهو نقدر نعملها كوجبة فطار. نيجي نتكلم على وجبة الغداء. وجبة الغداء الجسم بيستفاد من ثلاث عناصر: البروتين والكربوهيدرات والفات. البروتين اللي موجود في الفراخ واللحمة والسمك ومنتجات الألبان عموما والبيض، والكربوهيدرات اللي موجودة في النشويات، والفات اللي موجود في المكسرات وفي بعض الخضروات، وزيت الزيتون طبعا. فهنيجي مثلا هنتكلم على وجبة غدا تكون متكاملة تكفلنا التلات عناصر دول، ويبقى التلات عناصر موجودين معانا على السفرة بتاعتنا. البروتين طبعا ايا كان احنا عايزين نعمل ايه في اليوم ده، سواء عايزين نعمل فراخ، سواء عايزين نعمل لحمة، سواء عايزين نعمل سمك، ممكن نعمل كبدة. الكبدة مفيدة جدا 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 وبتكمل الجسم بالحديد بشكل كبير، بس طبعا ما ينفعش ان احنا الكبدة بالذات ما ينفعش ناكلها في الاسبوع اكتر من مرتين، لان ممكن تودينا لحتة تانية كده ايه، تسمم غذائي. فادي دي مصادر بروتين نقدر نحطها على السفرة بتاعتنا. نعود نفسنا برضو ان احنا ما يعني بلاش نعمل الاكل بتاعنا بشكل دهني. يعني انا عندي اللحوم كده كده بتنزل شحوم وبتنزل دهون، فممكن اخلي الدهون بتاعتها دي استفاد بيها بانها تستوي بيها بالدهونها هي، من غير ما انا ادخل لها سمنه خارجيه، من غير ما انا ادخل لها زيت واقلي فيه. يعني مش لازم اعمل كده. انا اقدر اشوي واقدر اعمل طواجن اصلا من غير دهون. يعني انا اقدر اعمل الطاجن من غير دهون، بدهون البروتين ده، بدهون اللحمه دي. اقدر اعمل الطاجن بتاعي اللي هو بتاع طاجن الباميه اللي امهاتنا بتعمله، ايا كان ايه هي نوع الخضار اللي هنحطه في الطاجن. احنا ممكن نحط الاكل كله من غير ولا سمنه ولا زيت ولا اي دهون. نسبه الملح قليله، لان كده كده الاملاح برضو يعني كده كده برضو البروتين بينزل، بيبقى فيه نسبه ملوحه. فمن غير ولا دهون ولا املاح كتير. ممكن نحط التوابل اللي احنا برضو اتكلمنا عليها في الفقره اللي فاتت، تبقى اساسيه برضو جوه اكلنا. الحبهان والزعتر والحاجات دي كلها مفيدة وبتدي طعم وبتدي نكهة حلوة في الأكل. فديني كده أنا بقى عندي مثلا طاجن، اللي هو أنت ممكن تكون متخيل كده يا عم أنا عامل دايت هاكل طاجن. لا، هتاكل طاجن، بس طالما الطاجن بتاعك ده ما فيش فيه مشاكل هتحصل لك منه، عادي ما كله. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ شوية خضار مع طماطمتين ومصدر بروتين، هيبقى طاجن وحلو وجميل وهيتاكل. كده احنا خدنا مصدر البروتين. نيجي للكربوهيدرات، شوية رز على حسب الاكل اللي محطوط. في اكل بينفع مع الرز وفي اكل بينفع معاه المكرونة. فشوية رز شوية مكرونة، كده انا خدت الكربوهيدرات بتاعتي في وقت الغداء. السلطة اللي انا عاملها احاول ان انا اخلي فيها شوية اعشاب. يعني هي سلطة عادية خالص من الخضار، واحط فيها برضو سنة اعشاب علشان خاطر برضو استفاد. احط فيها زيت زيتون هيخلي طعم الاكل حلو. الاعشاب وزيت الزيتون هيخلي طعم الاكل كويس، واستفدت خدت الدهون الصحيه اللي انا عايزها في يومي. حلو جدا. يعني ده انت قلت كل حاجه، ده طبيخ ورز وسلطه. الاكل يعني جوزك مش هيتخانق معاكي. لا، كان بيبقى في مشاكل الاول، اللي هو انا عامله مثلا دايت مثلا ويجي مثلا ابنها يقول لها لا احنا مش عايزين ناكل الاكل ده، ده اكل عيانين، مش صح؟ او جوزها يقول لها انا عايز اكل طبيخ. الفكره كلها ان انا مش لازم يبقى اكلي لازم يبقى مسلوق، لازم يبقى مشوي 100%. ما هو احنا خلاص بقى، هو ده عقولنا يعني، مش هو ده، مش ده الدايت. وكمان بتتجه ان هي يكون عندها ميزانيه تانية خالص. لا، ما هو مش ده الدايت. يعني تجيب مثلا لبن خالي الدسم ولبن كامل الدسم، مش ده. تجيب مش ده توست براون وتوست اللي هو العادي. لا. العيش اللي هو الرز البني والرز الابيض، مش ده حقيقي؟ ايوه، بس الفرق ما بين الاثنين، يعني الفرق ما بين الرز البني الدكاتره بتاعت التخسيس، الفرق ما بين الرز البني والرز الابيض مش كبير، فرق مش كبير. فايه مشكله ياخد ده ياخد ده؟ عادي، مش فرق. تمام. الفرق ما بينهم مش كبير خالص، يعني فرق يعني لا يذكر. بس مش هو ده اللي هيأثر عليا. خلينا نقول الدكاتره بتقول لا ممنوع الطماطم خالص. في دكاتره بتقول كده، دي حقيقة. بس يعني معلش هنيجي نتكلم، احنا مش هنتكلم فيها علميا بالنسبه للدكاتره. بس انا هنتكلم ان انا كان عندي مجموعه كبيره من الناس
مثلا وبجرب معاه، يعني انا كده كده بديلهم انظمه دايت انظمه تخسيس، فالناس دي كلها بتاكل سلطه على فكره وبتحط جواها كل طماطم حاجه. كلهم وصلوا لنتائج. طب هم كلهم زي بعض؟ لا كلهم مش زي بعض، كل مختلفين ومع ذلك وزنهم نزل. ليه انا اعقده؟ يعني ليه انا اعقد يعني اللي معايا ده ليه اعقده من الاكل واخليه اصلا زهقان ولا دايت انا مش مكمل مش هعمل كده؟ ناس كتيره قوي، ناس كتيره. لا هي مش لازم اتعقد، هي القصه كلها مش في التعقيد. انا عادي ادينا اتكلمنا في اكل صحي مفيش فيه مشكله خالص. اللي بقى ممكن برضو يفيدني تمام اتفضلي. الو معانا معالي. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يخليكي، لو سمحت ليكم الكابتن. اتفضلي. اتفضلي. انا لو سمحت معايا بطني كبيره، يعني كان عايزه حاجه تخفيف يعني للاستاذ، وعندي قولون، لو في يعني وصفه ولا اي حاجه للقولون قولي عليها يعني. تمام تمام. معايا جسمي بطلان، يعني اتربى بس جسمي بطلان خالص، لو في وصفه للتخفيف. بنتها بترضع وعايزه وصفه للتخسيس. تمام. شكرا. من عفوا عفوا. شكرا. بصي هو موضوع القولون البقدونس المغلي يعني هو اسلم حل لموضوع القولون، ونحاول نبعد عن البقوليات، يعني البقوليات دايما بتاثر على القولون. نحاول نبعد عن الكافيين الكتير، الكافيين الكتير برضو بيأثر على القولون. لو بعدنا عن الحاجات دي مش هنأثر على اللي القولون. هي القهوه وال يعني ما والنسكافيه الكلام ده، مش همنع نفسي هشرب بس مش لازم يبقى كتير، مش لازم يبقى بشكل كبير. مش همنع نفسي عن برضو البقوليات بس برضو مش لازم يبقى بشكل كبير. اكيد انتوا يعني اكيد الناس اللي عندها مشاكل في القولون لما بتيجي تاكل بقوليات بشكل معين، عدس، فول الكلام ده كله بتتأثر جدا بيه، يعني بتتعب منه. فهنحاول يعني نحاول نحد شويه من الحاجات دي، نبعد عنها شويه، ده هيبقى تمام بالنسبه لنا. بالنسبه وصفه التخسيس، هو التخسيس مش محتاج وصفه، التخسيس مش محتاج وصفه، التخسيس محتاج ان احنا نقلل بس اكلنا، ناكل بالشكل اللي احنا كنا بنتكلم بيه دلوقتي ده. الوجبات بتاعتنا تكون زي ما احنا بنقول كده، نحاول برضو على قد ما نقدر ان احنا ان انت مثلا تبقي انت عارفه النهارده انت اكلك 1 2 3، تحاولي الثلاثه دول تقسميهم على 5 على مدار اليوم، تحاولي تدخلي مثلا كل 3 ساعات اكل، يعني تبقى انت بتاكلي على مدار اليوم كل 3 ساعات بتاكلي، كل 3 ساعات بتاكلي. احنا كده مش هنجوع وكده مش هنتعب، بس في نفس الوقت مش هنخلي المعده تتسع، لان انا لما باكل وجبه فطار كبيره مره واحده فده بيملى معدتي بشكل كبير. اجي وجبه الغداء برده مره واحده بوجبه كبيره ده بيملى معدتي، وجبه العشاء نفس الكلام. فانا لو وزعت بقى ال3 وجبات دول على 5 وجبات مثلا على مدار اليوم، هي القصه كلها ان هم يعني في ناس كتير هتتكلم في الموضوع تقول لك ان ال3 وجبات زي ال5 وجبات في النهايه هي نفس السعرات وفي النهايه هي اللي هتتحكم وكده. ده مفيش مشكله منه، هو ده اللي هيتحكم فعلا ومفيش اي جدال فيه، بس الفكره كلها في اتساع المعده، حجم المعده هيصغر لو انا وزعت الاكل على مدار اليوم. لا وخصوصا كمان يا كابتن ان هي عندها قولون، يعني هي مريضه قولون اصلا. تمام، احنا القولون قلنا قصته ايه، بس انا بتكلم عموما، انا عموما الاكل وحجم المعده، الاكل والكرش او البطن. هي البطن والكرش بيتعمل منين؟ من الدهون الزياده ومن الحاجات اللي احنا بندخلها زياده، وبرده من الاكل اللي هو اكل مره واحده. اللي هو مثلا بعض ما في حد كده يقول لك ده انا والله ما اكلتش حاجه النهارده خالص، ويجي في مره واحده بس تلاقيه واكل اكل بشكل كبير. تمام. فنحاول نحد من ده. طيب معانا مي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. ممكن اكلم الكابتن؟ اتفضلي. اتفضلي. عايزه بس اساله اني انا باكل يعني بفطر وبتعشى الساعه 5 بس، وده اكل اليوم غلط ولا صح؟ بتفطري وتتعشي الساعه 5. تمام ماشي، هنرد عليك يا مي. ماشي يا مي، هي القصه كلها في الغلط والصح هنا. هو برضو زي ما احنا قلنا دلوقتي، الغلط والصح في حاجتين، السعرات اللي انت دخلتيها جسمك. تمام، قلنا الحلقه اللي فاتت برضو اتكلمنا في نفس الموضوع، ان انا الجسم بتاعي بيحتاج مني سعرات على مدار اليوم. السعرات دي في منها سعرات ثابته، السعرات الثابته ديت اللي هي ببقى جسمي محتاجها وانا نايم ما بعملش اي حركه، فدي سعرات اجهزه الجسم الداخليه. تمام، فانا ما اعرفش بقى كميه الاكل اللي انت كلتيها في الفطار وفي العشاء دول هل ده يكفي اصلا السعرات الثابته دي ولا لا. الجسم لما بيحس ان هو خد اقل من السعرات الثابته دي او خد السعرات الثابته دي بس، بيبدا يفهم ان انت داخله على مجاعه، بيبدا يفهم ان انت مش بتدخلي اكل بشكل كبير، فيبدا يخزن جواه.
فبالتالي لازم انا ابقى عارف انا دخلت جسمي قد ايه، السعرات اللي انا دخلتها في وجبه الفطار والعشاء دي هل هي مناسبه وهي اللي انا جسمي محتاجها ولا لا. وحاجه تانية، احنا كنا بنتكلم دلوقتي على توزيع الاكل على مدار اليوم، لو انا عندي حجم المعده كبير مثلا شويه فانا محتاج برضو ان انا الوجبتين اللي انا عملتهم في اليوم دول لازم اوزعهم، اوزعهم عشان احاول احد من حجم المعده عندي. ممكن تكون انت بتعملي صيام، يعني ممكن تكون انت بتعملي صيام متقطع، مفيش مشكله، مفيش مشكله نعمل صيام متقطع زي الفل، بس نحاول برضو في الثمان ساعات الفطار بتوعنا نوزع الاكل على الثمان ساعات، ما يبقاش هي وجبه واحده كلتها مره واحده بما اني كنت صايم 16 ساعه فجعان فهقعد اكل مره واحده بس. لا، يعني احاول اوزع على الثمان ساعات دول الاكل، ابقى جعان يعني انا هاكل وجبه بشكل صغير هبقى جعان، احاول اوزعها اخليها على الثمان ساعات. بس ده افيد لك واحسن لك، بس اهتمي ان انت تعرفي الاكل اللي انت دخلتيه هو سعراتك ولا لا. بس طيب كابتن، خلينا بقى نروح للاول سؤال. واحده بتقول اخدت الزبادي بالليمون وما استفدتش، ما استفدتش بحاجه منه. ماشي، هو ده اللي هنتكلم فيه يا رنا من الحلقه اللي فاتت، ان الحاجات دي كلها مش مفيده. انا زبادي بالليمون هيعمل ايه؟ زبادي بالليمون وانا باكل براحتي مش هيعمل لي حاجه، يعني كده 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 مش هستفاد منه يعني. استنى، محدش يا جماعه استنى استفاده من زبادي بالليمون يعني. تمام. طالما تاكل بشكل براحتك كده ما فيش حاجه هتفيدك غير ان انت تقلل سعراتك. طيب السؤال الثاني، وزني ثابت من بعد رابع اسبوع متابعه مع دكتور التغذيه، اعمل ايه عشان بقيت محبطه؟ وزني ثابت من بعد رابع اسبوع، الوزن ده طبيعي، يعني طبيعي ان الوزن يوصل لمرحله ثبات. الوزن اللي بخسر ازاي الوزن برضو دي حاجه للناس تفهمها. انت بتخسر الوزن بان جسمك بيعتمد على الطاقه من مخزن الطاقه اللي جواه. مخزن الطاقة ديت أكتر من مخزن، مخزن منهم هو الجلايكوجين، ومخزن التاني الجلوكوز، وآخر مخزن هو مخزن الدهون. مخزنين الأولانيين الجلايكوجين والجلوكوز فيهم نسبة مية كبيرة، فبالتالي بتلاقي نفسك في أول أسبوع 5 كيلو. أنا نزلت 5 كيلو في أول أسبوع، والأسبوع التاني عمال أنزل، الأسبوع التالت عمال أنزل، بوصل الأسبوع الرابع يبدأ الوزن يقل بقى في النزول، لأن أنا خلاص ابتديت أعتمد على مخزن الدهون، ومخازن الدهون مشكلتها ان الميه فيها قليله، فبالتالي ما بتبقاش على الميزان كبيره. يعني انت ممكن تلاقي جسمك شكله اختلف بس على الميزان مفيش حاجه مختلفه، لان الدهون الكثافه بتاعتها مثلا؟ الدهون كبيره، كثافتها نفس، هي نفس الحجم الدهون والعضلات نفس الحجم، بس الدهون شكلها كبير والعضلات شكلها صغير. تمام. فبالتالي انا بخسر دهون بشكل كبير بس ما بقاش حاسس بالميزان. تمام. لان هي كبيره، هي كبيره بس ما فيهاش الحجم واحد ما بينها وما بين العضلات، فاهمه؟ يعني ممكن يكون الشيب بتاعها بقى شكله كويس بس لكن هي على الميزان ثابته، الميزان لسه ما حصلش فيه حاجه. هو ده برضو اللي انا لازم الناس تاخد بالها من قياسات جسمها. لازم وانا بعمل الدايت بتاعي يبقى معايا المزوره بتاعت الترزي دي، اقيس دراعي او اقيس الوسط، اقيس الصدر، اقيس الرجل، اقيس كل مكان في جسمي واعرف انا جسمي فعلا بينزل ولا لا. ويعني انسى فكره ان الميزان هو المتحكم الاساسي. تمام. في واحده بتقول بعد الحمل المره الثانيه كنت باكل حلويات كتير والوزن زاد ومحتاجه اخس لاني وزني مقصر، يعني مقصر عليا بعد الحمل المره الثانيه. وهي دي برضو مشكله اتكلمنا فيها الحلقه اللي فاتت، يعني هي ما خسستش في الاول، راحت حملت فزادت. دايما دايما نحاول بعد الحمل ب3 شهور ابدا افكر بقى ارجع بقى جسمي زي ما كان. انا في طبيعي في وقت الحمل ممكن الجسم يزيد، مع ان ده مش طبيعي، يعني مش طبيعي ان الجسم برضو يزيد. هو الهرمونات بتتغير والجسم بيبدا مستقبلاته تبقى مختلفه ويبدا يكسب دهون بشكل كبير، بس برضو لو انا فتره الحمل دي باكل اكل كويس وصحي بيفيد البيبي وبيفيدني مش هزيد وزن يعني. بس انا هنقول احنا زدنا وزن وخلاص، فلازم بعد 3 شهور، بعد 3 شهور من الحمل ابدا افكر ازاي اعمل الدايت بتاعي وازاي اعتمد على التمارين. بالنسبه للحاله اللي معانا، لازم تعتمدي بقى خلاص ان انت تفكري ازاي تاكلي صح وازاي ادخل اكل بشكل اقل من اللي انا كنت باكله. مش هقول لك احسبي سعراتك، مش هقول لك روحي دوري واعرفي، لا، قللي بس الاكل اللي انت بتاكليه، ابعدي عن الزيوت المهدرجه، ابعدي عن السكريات خالص، ابعدي عن المخبوزات، لو هتخرجي المخبوزات خرجيها من حياتك واحده واحده عشان ما تتاثريش. تمام. 3 حاجات دول، نشرب ميه في اليوم 3 لتر على الاقل، يعني اقل حاجه 3 لتر في اليوم. وزعي اكلك على مدار اليوم زي ما قلنا. المجهود اللي انت بتعمليه العادي خالص اللي انت بتعمليه في البيت حاولي كثفيه شويه، لو انت بتعملي مجهود في البيت اعملي شويه رياضه كمان معاك، بس كده. تمام. وبكده نكون وصلنا لحلقتنا، لاخر حلقتنا النهارده. وكنت سعيده جدا معاك. ربنا يخليك يا رب. استنونا بقى ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله.